السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه الحوت فلوغ. مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد. المهم اخوتي، حنا كنتواجدوا كما كتشوفوا كنتواجدوا في كاستيا. اليوم غنطلعوا غنصوروا في مدينه ازايله، وبالمفاجاه اليوم ما غنكونش بوحدي. اليوم معايا صديق العائله اخ نعيم اللي جانا من ديار اسبانيا، من الجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا. تفضل اخي نعيم. مرحبا بك عندنا في مرحبا بك في بلادك اخي نعيم، وكنرحبوا بك في هذه الجوله هذه. والاخ نعيم راه باقي تشوفوه معنا طيله هذه المده هذه، في اي فيديو غيكون حاضر معايا نعيم. يلا ليتس جو نكملوا فيديو. تحياتي. المهم اخوتي، احنا جوارتونا باقي كنتسنى الترامبيه، راه الترامبيه فين هي واقفه كتسنى الدور، وغنمشيو ان شاء الله لمنطقه ازايله، وغنصور لكم منطقه ازايله وغنزهيوها اليوم مزيان تما في ازايله. وخليكم معنا، وما تنساوش تكملوا التشالنج اللي بدينا. برافو لكم. بالنسبه للي لايك راه وصلتوهم قبل ما 24 ساعه، وصل فيديونا 40 لايك. المهم باقي لكم كومنتيرات، وباقي لكم اللي في ما كملتوهمش. يلا تحياتي. حنا غنشبروا الطريق، نتمنى السعد نوصلوا بخير وعلى خير. تحياتي. رحلتنا تبدا. اخوتي احنا في طريق من ازايله. تحيات. تبارك الله على الضناعي. وصلنا اخي، لا توقف توصلت. تحياتي اخوتي. المهم احنا وصلنا ازايله، تبارك الله ربنا عين. يا اخوتي، المهم احنا وصلنا ازايله كما كتشوفوا، البحر قدامنا والطبيعه والمنظر واعر. معانا خي ناعم، تحية الكاميرا مان خي ايمن، تحية دريد الغربة، دريد برشلونة، خي عمار، خي عمار، خي ايوب، تحياتي دريدي، تحية خي علي صابط، تحية خي، تحية خي محمد البرشلونة، تحية العشرة كامل، تحية خي ايمن تدلاوي، خاطر ايمن. شحال من زيتي ازايلة العام؟ شحال من زيتي؟ صراحه صدر واعر. خمس سنين ولا ست سنين اخر مره جيت ازايله، كانت كالكورنيش كيتصلح اخوتي، والدرن طيروه من هنايا، طيروه ما بقاش يتسمى. تحياتي اخوتي. المهم كان اللي بغى يجي ازايله كنقول لكم بلي ازايله رجعت واعره، حاجه واعره اللي داخل ازايله. باقي ما دخلناش ازايله داخل اخوتي. اخوتي عمل اشهر كيكذب عليكم. زاهي اخوتي. المهم اخوتي، عاد بدا الجوله ديالنا في ازايله. المهم غنجربوا نركبوا في الجمل ثاني مرة، خليكم معنا. بلا ما تشبه راسها، ما تخافش. اخوتي
المهم اخوتي كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا داخل المدينه ازايلا هذيك كما كتشوفوا مرسى زادوا فيها غنطلع مرسى ازايلا طنجه ان شاء الله تكون هنايا مرسى ديال الحوت. المهم اخوتي غنمشيو دابا ديريكت للزنقه ديال المطاعم غنتغداو ان شاء الله غنصوركم شي لقيطه كنتغداو ونتلاقاو في احلى جوله في المدينه القديمه. المهم اخوتي كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في وسط ازايلا هاد داخل هاد المدينه القديمه كتشي من هنا كتطلع في هاد الزنيقه هادي كتبر مطاعم. خليكم معنا معنا المهم اخوتي كما كتشوفوا حنا قدام مطعم ساندويتش ديال ديالي اجيو عندو قولوا له حنا من طرف حوات فلوك عيط الله فيكم دائما كنجيو نتغداو عندو. تحياتي اخوتي يلا خليكم ديبا. زاد يا اخوتي كلاس كلاس سوي كلاس صمم. تحياتي لكم احلى ليفان احلى ناس. المهم اخوتي تا يوجد الطلا ديالنا وديك الساعه نصوروا لا ساعه باش عندك طلع لي كنت كتفرج في راسك يوميا كيتفرج حتى كينزل ماني كينزل كنتفرج وصافي كنديري في فيسبوك واتساب. جات معك تحمرت يا العرض وصفة السي عبد القادر. تحياتي لكم اخوتي صراحه الديزاين عندهم مزيون سيرفيس نقي دري لا عمره سلا اجو سيرفيس نقي دري نقيه اجو عندهم قولوا لهم جينا من طرف حواس فلوك عيط الله فيكم. يلا اخوتي كنتمنى لكم شهيه طيبه وسمحوا لنا الى شاهيناكم منين تغدى عرضوا من هذا المصاري عرضوا مرحبا بكم تغدوا معنا فاجي تغدى معنا حنا في ازايلا. المهم اخوتي نتلاقاو بعد بعدهم. تحياتي سالت الوجبة ديالنا هذا الغداء وعملنا واحد الاستراحة. كنشكروا مطعم يالي وأحسن كاميرا سيرفور في مطعم يالي اللي جا عنده يقول له نحن احنا من طرف قناة الحوات فلوك راه عيطها الله فيه. المهم اخوتي حنا كنتواجدوا باب الحمر داخل المدينة القديمة. خليكم معنا
احنا وصلنا عندك الساحل دابا ماشي السبت والحد تمس نفسه المهم اخوتي كيما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في الساحه كي كتكون ديك السيده اللي كترسم برجلها معروفه في ازايله ربحت عده مهرجانات وعده تظاهرات كيما كتشوفوا ما كايناش ما عرفناش واش ما بقات شي بعد كنا جينا احمر في كورونا وما جبرناش دابا كيما كتشوفوا حنا جينا وما جبرناش ما عرفناش واش ما بقات شي كتخرج اولا يمكن السبت كتخرج عيد السبت والحد المهم اخوتي نتمنوا نجيو شي نهار ازايله ونجبروها هنايا ونصوروها صراحه واحد السيده مبدعه واحد السيده ما عندي ما نقول يلا اخوتي وغنكملوا الجوله ديالنا القريقيه يلا معنا القوس اللي كيتعمل فيه اكبر معرض تشكيلي في المدينه ديال الاصيله خليكم معانا باش نكتشفوا المعرض من داخل صراحة واحد فيو مزيون في أزايلة وعنصوركم السد ضريح دلالة ميمونة فين تصور الفيلم المغربي المشهور البرتقالة المرة تحياتي احنا كنتواجدوا في القريقية دابا يالله معنا اكتشف المهم اخوتي اصدقنا قلنا لكم هذا هو الضريح لالا ميمونة في تمثل الفيلم الشهير البرتقالة المرة يالله معنا نشوفوا الفيلم جبل الطارق والطريفة ديال الطريفة الإسبانية مدينة في القصر الصغير مدينة طنجة عفوا صطفت شاطئ كهف الحمام Hey!
اخوتي بالنسبه لفران طنجاوي كي هو هنايا في شوكه جبرنا عامر الناس قالت لي قدامهم ما قدرناش نصوروا احترام احترام الراي الاخر. المهم اخوتي حنا عم نشوف حالنا دابا غنخرجوا من مدينه ازيلا غندخلوا الكورنيش نصور لكم شي قطات في الكورنيش وغنتشوفوا حالنا احلى مدينه طنجة. المهم باقي عن الخروج هذه الخارجه هنايا عيتبنا اكبر مجمع تجاري في مدينه ديال ازيلا جامع ديال ازيلا ديال مدينه قديمه خاص مشهور ديال الدخله ديال مدينه قديمه. المهم غنخرجوا نيشان غنتجهوا للجرده ديال مدينه قديمه الجرده ديال مدينه ازيلا اكبر جرده في مدينه ديال ازيلا. شوفوا واحد الفيو مزيون شي حاجه نقيه شي حاجه واعره خليكم معنا. بقى وصاده ماشي باب قديمه هاد الاثناء كنغادروا مدينه قديمه ديال ازيلا كتدخل مدينه جديده الرياض ديال ازيلا. يلا معنا كانت هذه هي الدخله ديال الرياض. يلا معنا وغنشوفوا شنو عندهم فين نريحوا اخوتي. كما كتشوفوا كانت هذه هي الجوله ديالنا في المدينه ديال ازيلا كامله وباقي بارت 2 ان شاء الله. الى عجبتكم الفكره كما العاده 300 في و30 كومونتير و50 لايك غنصوروا لكم باقي مقتطفات ازيلا. المهم خليكم مع الاخ نعيم يقول لكم كيفاش جات الجوله في ازيلا لاول مره يكتشف ازيلا. ازيلا والله الا داكشي واعر. مرحبا بكم في اي وقت. الدنيا مزيونه غزاله كدي شي موت يا سلام على المهم اخوتي مبروك. قبل ما نسالي الى وصلتي حتى اللقطه هذه ما تنساش دير لايك سبسكرايب فعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. او بغيت نقول كاع اللي كيحبوني ديروا ابوني وما تنساو البارطاج اخوتي باش نوصلوا 1000 ابوني ان شاء الله. وخاصه انه الديسلايك ماشي مشكل يعملوا حتى والله ما كاين شي مشكل داكشي كيزيد يطلع لكم فيرس. المهم اخوتي اسكت عندك طرش عندك بس كون قاعد كيحبوني ديروا ابوني وما تنساوش بارطاج اخوتي باش نوصلوا 1000 ابوني قبل العيد ان شاء الله. تحياتي دمتم احلى لي فات نريد الخير اخ ايمن وتحيه الكاميرامان ايمن سدلو هو راه صافي الكاميرا صافي صافي تهلاو سلامه.